بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نكمل حديثنا عن درس مملكة عجيبة. في الفيديو السابق قرأنا الدرس وتناولنا بعض الأشياء التي تحتويها فقرات الدرس. هذا عرض مبسط جمعت فيه أهم المعلومات الموجودة داخل الدرس. مثلما عرفنا أن عنوان درسنا مملكة عجيبة، ماذا تعرف عن هذه الحشرة؟ ما هذه الحشرة؟ إنها يا أولادي النحلة. إنها النحلة، وهذه هي خلية النحل، وخلية النحل عالم آخر مليء طبعا بالأسرار. تتكون خلية النحل من ملكة النحل كما ذكرنا، وتسمى اليعسوب واليمخور والنحلات العاملات. هيا نتعرف عن كل ملكة وكل نحلة في الخلية. أولا ملكة النحل. ملكة النحل كما قلنا وذكرنا أن اسمها اليعسوب. اليعسوب لا تتوانى عن العمل لحظة واحدة. اليعسوب تضع أكثر من 2000 بيضة كل يوم. اليعسوب جسمها مستطيل الشكل، ذات مؤخرة طويلة وأجنحتها قصيرة. اليعسوب عمرها أطول أعمار النحل جميعاً. اليعسوب لونها داكن قليلاً ولها إبرة تلسع. بعد ذلك هذا هو اليمخور. اليمخور هو ذكر النحل. اليمخور أصغر من اليعسوب حجماً وليس له إبرة تلسع. مهمة اليمخور تلقيح اليعاسيب الصغيرة لتبيض. اليمخور كسول فلا يمتص رحيق الأزهار، يطير فوق الأزهار للتنزه فقط ويستدفئ بالشمس. أما الجزء الأهم في الخلية وهو النحلات العاملات. أكثر عدد في الخلية هو النحلات العاملات، تتعدد أدوارهم: النحلة القاطفة، النحلة المنظفة، النحلة المربية، النحلة الشرطية، النحلة الساقية، النحلة الراعية، النحلة البانية، النحلة المهندسة. هذه هي أنواع النحلات في خلية النحل، أنواع النحلات العاملات في خلية النحل. هيا نتعرف عن دور كل نحلة منهم داخل الخلية. النحلة القاطفة، وهي التي تقطف جني الأزهار وتضعها في عيون الأقراص وتغطيها بطبقة الشمع الخفيفة. النحلة المنظفة، وهي التي تنظف الخلية. النحلة المربية، وهي التي تعتني بصغار الخلية. أما النحلة الشرطية، وهي التي تحرس الخلية وتحفظ الأمن. أما النحلة الساقية، فهي تجلب الماء إلى الخلية. والنحلة الراعية، تجمع عصير الأزهار ورحيقها. النحلة البانية، وهي التي تبني أقراص الشمع. والنحلة المهندسة، وهي التي ترتب الخلية وتنظمها. تقويم ختامي: بعدما عرفنا معلومات الدرس ولخصناها، لازم نذاكر معلومات الدرس جيدا، وهذا تقويم ختامي يا أولادي. الهدف منه قياس تحصيل التلاميذ. اذكر وظيفة كل من
اليعسوب، اليمخور، النحلة البانية، النحلة الشرطية، النحلة الراعية، النحلة الساقية، والنحلة المهندسة، والنحلة المنظفة. سوف أرسل لكم ورقة عمل بها هذه الوظائف، وتكتب في الفراغ أو تنقل ورقة العمل إلى دفترك، ثم أنتظر إجابتكم إن شاء الله على الواتساب. شكرا وإلى اللقاء.